معكم مراد أمسري عضو لجنة الإعلام والتواصل داخل التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر التنقل المغرب. تأتي هذه الوقفات الاحتجاجية كرد فعل عن تعنت الوزارة والحكومة المعنية بالأمر في تعاطي اللامسؤول مع نضالات نساء ورجال التعليم، مع قضية التعليم التي يوهمون الشعب بأنها قضية أساسية، قضية ثانية بعد قضيتنا الترابية، وبتوهيمهم بالإصلاحات الرنانة والشعارات الفارغة من المعنى. لكن الواقع يثبت عكس ذلك، حينما يتم توقيف أجور وتوقيف أساتذة عن العمل ويتم اعتقال أستاذ، لأن محاكمة الأساتذة والأستاذات لا يعني سوى محاكمة الوطن. وهذا دليل قاطع على أن هذه الحكومة المحكومة بإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليست سوى تعبيرا عن لا وطنيتهم، على خلاف ما ينعتون به ويتهمون به رجال ونساء التعليم. لأن المدرس، لأن الأستاذ والأستاذ ما هو إلا مصدر القيم، مصدر حب الوطن، مصدر النشيد الوطني، مصدر كل المحبة والمشاعر الصادقة تجاه هذا الوطن الحبيب. ونقول لهم بأن اعتقالاتهم، بأن محاكماتهم السورية، بأن توقيفاتهم، بأن تهديداتهم لا تزيدنا إلا شيء واحد، وهو تشبتنا بمطالبنا العادلة والمشروعة، إلا صمودنا، إلا احتجاج العادل والمشروع. ثم نقول لهم بأن هذه الحوارات الماراثونية الفارغة من المعنى، نحن كأساتذة وكرجال ونساء تعليم غير معنيين بمخرجات هذا الحوار أبدا. للأسباب التالية، فإن التنسيقية الموحدة تضع مجموعة من الشروط لكي يكون فيما بعد حوارا، ألا وهي سحب وإلغاء النظام الأساسي بمرسوم من جديد، إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عدم متابعة الأساتذة والأستاذات، عدم توقيف أجرة الأساتذة والأستاذات، عدم توقيفهم عن العمل، عدم متابعة الصورية للأساتذة والأستاذات، وبالتالي ثم بعد ذلك إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، ثم زيادة في الأجور لضمان عيش كريم للنساء ورجال التعليم، وأخيرا لكي يكون هناك حوارا ينبغي بالدرجة الأولى أن تتحقق كل هذه المطالب وأن تكون تمثيلية لكل التنسيقيات الميدانية حاضرة في هذا الحوار، وإلا فإن أي حوار فهو لا يعنينا ونحن غير معنيين به. من جهة أخرى نقول للرأي العام بأن هذه التهديدات، بأن هذه الاحتقانات، بأن هذه المحاكمات السورية والتي تنم عن فعل بالفعل عن لا ديمقراطية هذه الحكومة ولا شعبيتها ولا تقدميتها، فعلا تجعلنا نتشبث بمطالبنا العادلة والمشروعة، وأن هذا لا يزيد سوى طين بلة، ولا يزيد سوى احتقان اجتماعي، وتتحمل الدولة مسؤولية ما عالت إليه الأوضاع وما ستؤول إليه، ونحملهم كامل مسؤولية هذا الزمن تعلمات المتعلمين. وبالتالي نقول بأن لا شيء يثنينا عن نضالاتنا. نساء ورجال التعليم قدموا معتقلين، قدموا شهيد القضية، شهيد قضية الشعب وعبد الله حجيلي، على دربه سائرون، ولن نتراجع إلى الوراء إلى حين تحصيل مجانية التعليم والدفاع عن كرامة أبنائنا التلاميذ والتلميذات والدفاع عن كرامة رجال ونساء التعليم، لأن المساس بقيمة وحقوق الأساتذة والأستاذات لا يعني سوى المساس بمجانية التعليم. هيا على الصمود، هيا على النضال، فإن هذه القضية قضية شعب وليست قضية أساتذة وأستاذات، لأن الأستاذ بالدرجة الأولى ابن المدرسة العمومية، خريج المدرسة العمومية، هويته ومكانه الطبيعي داخل المدرسة العمومية، وأن التلميذ اليوم هو أستاذ الغد. ولهذا لحتى لا يفوتوني بأن أقدم دعوة صريحة لأساتذة والأستاذات ولهيئة التفتيش وأطر التفتيش ب
بأننا إخوة وأننا زملاء وأننا جسد واحد. ندعوهم، نرجو منهم، من جميع الفئات، من جميع الإطارات والهيئات، أن نكون جسد واحد، أن لا يخلق صراعا بيننا، وأن لا يجعلوا هيئة التفتيش قنطرة للضرب، للمرور على للضرب رجال ونساء التعليم عبر الانتقامات اللا ديمقراطية واللا شعبية والمساس بكرامتهم. إلى هنا دمتم ودمنا للنضال عفوية، وسنحييكم عاليا وشكرا. سنستمر إلى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.